دلوقتي هناخد حضراتكم في زيارة إلى مصنع موج للهندسة والصناعة في مدينة العاشر من رمضان. هو مصنع متخصص في إنتاج ألواح الفوم المضغوط والتي تستخدم في إنشاء الغرف المبردة والمخازن المبردة وأنفاء التجميد والغرف العقيمة في مصانع الأدوية تحديدا، كلها استخدامات شديدة الأهمية لرجال الصناعة. خليكم معنا. موج للهندسة والصناعة في مدينة العاشر من رمضان. كيان عملاق متخصص في تصميم وإنشاء غرف التبريد وأنفاء التجميد ومناطق التخزين المبردة والغرف العقيمة، ودي أهم احتياجات شركات اللحوم والدواجن ومحطات تصدير الحصلات الزراعية وشركات الأدوية والمصانع والأسواق الكبرى، لأنهم من الأساس بيصنعوا بعبقرية ألواح الفوم المضغوط أو الساندويتش بانل اللي بتعزل الحرارة تماماً وبتتغلف بالصاج المضلع لحمايتها. وخلي بال حضراتكم، مجموعة موج كيان صناعي عملاق أسسه سنة 1961 الطيار العبقري محمد كامل، والبداية كانت بتصميم غسالة مصرية وأشاد بيها الرئيس جمال عبد الناصر، وكانت البوابة الحقيقية لنشأة مجموعة موج العملاقة في كل تخصصاتها، وكان الهدف من تأسيسها هو توطين صناعات مهمة في مصر وزيادة نسب المكون المحلي فيها. من هنا صنعوا الكرفانات والمطابخ الصناعية الكبرى وأجهزة المطابخ وغرف التبريد وأنفاء التجميد وألواح الفوم المضغوط، وتفوقوا بشدة. تعالوا نقابل في البداية السيد خالد كامل رئيس شركة موج للهندسة والصناعة عشان نتعرف على صناعة مناطق التبريد وأنفاء التجميد والغرف العقيمة الخاصة بشركات الأدوية. أنا ملاحظ أن مجموعة موج بتعمل صناعات متكاملة، يعني إحنا بدأنا في المطابخ، محتاجين مع المطابخ غرف تبريد بالزبط. طب ما تيجي نعملها بدل من نستوردها من بره. ده اللي حصل، عملناها. صحيح كده؟ صحيح. البداية هنا إزاي؟ البداية زي ما قلت حضرتك كده، أو إن إحنا كنا بنعمل المطابخ والمطابخ بيبقى عايزة غرف تبريد، كنا بنستورد الغرف التبريد من الخارج من أوروبا. يعني الحوائط دي كلها كنا بنستوردها. أيوة بالظبط، ومعظم الفنادق كانت كده فعلا، كانت بتستورد الحوائط أو الغرف التبريد من الآخر من الخارج يعني. فلجأنا لأنه طب ما إحنا نعمل مصنع ونوطن الصناعة بتاعة البانل في مصر، والحمد لله بدأنا في إنشاء المصنع وابتدينا خلصنا قصة المطاعم والفنادق، دخلنا في تصدير الحاصلات الزراعية ومحطات الفرز والتعبئة، والحمد لله أنجزنا يعني الكثير من المشروعات في مصر لمصدري الحاصلات الزراعية. طبعاً يعني. طبعاً سلاسل التبريد بالظبط، من غيرها بيضيع من عندنا 40-50% من منتجاتنا. دي حقيقة فعلاً، احنا بنعمل محطات الفرز والتعبئة فيها البري كولينج اللي هو التبريد السريع عشان نحافظ على نظارة المنتج، لأنه بيخش في البري كولينج وبعدين يتحفظ في ثلاجات وبعدين يتصدر ويسافر المسافة دي كلها. هو المفروض يخرج من الأرض يترمي في ثلاجة. بالظبط كده، ده اللي تعلمناه، ده اللي بيحصل. لذلك لما بيروح أوروبا مثلا، يسافر أوروبا يروح للمستورد اللي بيوزعه على السوبر ماركتس، وبعدين العميل يجي بقى تاني يوم تالت يوم رابع يوم يشتري الحاجة بالنظارة بتاعت إن هي اللي كأنها لسه طالعة من الحقل يعني. توطين صناعة زي دي في مصر كان سهل ولا صعب؟ احنا بنتعامل مع مواد كيماوية في الحقن، سهل ان احنا كنا نعرفها ولا لا؟ احكي لنا المصاعب اللي واجهتنا عشان نعمل صناعة بالحجم ده. لا الحقيقة كان في صعوبات طبعا واجهتنا، احنا استعنا طبعا بخبراء من اوروبا، وبعدين قابلنا شوية مشاكل في البداية بالتأكيد، لانها كيمستري ودي مواد عرضة، درجات الحرارة لو اتغيرت يتغير الكومبوننتس ساعتها. حد الحمد لله يمكن في اول 6 شهور ابتدينا نظبط نفسنا تماما، ومن سنة 2000 الحمد لله إلى الآن إنتاجنا موجود في معظم أنحاء الجمهورية وصدرنا كتير. إحنا حضرتك مصدرين يمكن حوالي 10,000 شلتر ما بين باكستان والجزائر تونس بنجلاديش ومصر. هنا طبعا شركات الموبايل تقريبا كلها الحمد لله موردين لها منه يعني.
احنا اظن ما حدش بيستورد النهارده حوائط بانل من الخارج. لا يعني ان شاء الله ما اعتقدش يعني في حد بيستورد دلوقتي يعني حتى الشركات الكبرى اللي بتعمل مثلا مزارع دواجن لما بتيجي تعمل حوائط بانل هل بتستورد الشركات دي من بره ولا بتعتمد علينا هنا؟ لا بيعتمدوا على المنتج المحلي الحمد لله. الناس وانا ماشي معاهم العمال بيفرجوني على الصناعه هم فرحانين الحمد لله. الناس فرحانه انها بتعمل صناعه وفرت علينا ملايين الدولارات كنا بندفعها بره دي حقيقه. بس في افكار حلوه هنا عجبتني فكره العاشق والمعشوق. ده احنا كمان طورنا في الصناعه. لا ده احنا بنعمل العاشق والمعشوق وكامولوك حاجه كمان عشان تمسك البانل ببعضه. والاخطر من كده بقى الكورنر بيس. ويمكن احنا الحمد لله متميزين في الحته دي ان احنا بنعمل كورنر يمسك الحوائط ببعض. انا لما بعمل ثلاجه انا مش ببيع بانل بس وهو يركبه، لا ده انا بفصل الثلاجه از از، مفيش هادر سنتي واحد. العاشق والمعشوق ده انا في رايي يحافظ على عدم اهدار الحراره. بالظبط مفيش اي اتصال ما بين الساج الخارجي والساج الداخلي بالمره. بالمناسبه سنه 1982 تحديدا اتعرف آل كامل على خبير انجليزي في صناعه المطابخ والاجهزه السير سيرل انجلاند وزارهم وقرر مساعدتهم وفعلا اشتغل معهم على مدى 17 سنة ما خرجش فيهم من مصر ونقل كل الخبرات العالمية في تصنيع المطابخ الصناعية العملاقة للفنادق والمطاعم والمستشفيات والمصانع وغيرها. وطبعا المطبخ محتاج غرف تبريد وتجميد فقرروا يأسسوا شركة موج للهندسة والصناعة في العاشر من رمضان اللي حضراتكم بتزوروها دلوقتي لتصنيع ألواح الساندوتش بانل اللي بتعزل الحرارة لتصميم غرف التبريد وأنفاق التجميد للمطابخ الضخمة ومحطات تصدير الحاصلات الزراعية وشركات اللحوم والدواجن ومصانع الأدوية وغيرها. يعني زي ما بيتقال الحاجة كانت أم الاختراع. مش مهندس خالد خلينا أناقش مع حضرتك قضية أنا شايفها مهمة جدا. اتفضل. لما بنيجي نصدر أي منتج يحتاج إلى تبريد أو تجميد لدول أفريقيا بنتراجع 1000 مرة لأن طاقة التخزين عندهم المبرد والمجمد تقريبا معدومة. إحنا ليه ما بنقولش يا جماعة تعالوا نتعاون إحنا مصر وإنتوا أفريقيا تعالوا نعمل مع بعض طاقة تخزين ضخمة جدا. مش بنتكلم في تجارة مشتركة، مش بنتكلم في تبادل سلع، مش بنتكلم في سوق مشتركة ما بيننا وبين دول أفريقيا. إذن إحنا محتاجين طاقة تخزين عندكم مبرد ومجمد ونمتلك الخبرة. بالتأكيد الحتة الجزئية دي اللي حضرتك بتكلم فيها في منتهى الأهمية هي مشكلة أفريقيا الحقيقة عندنا اللوجيستكس أو الشحن، وده إن شاء الله في طريقه إلى الحل يعني. إنما التكامل بيننا ده مهم جدا وخاصة إن بيننا في كوميسا طبيعي إن ما عندوش هو جمارك وأنا ما عنديش جمارك. كوميسا أغادير واتفاقيات تجارة حرة. في اتفاقيات كتيرة تمنح المنتج أفضلية لدى الدول دي. والحقيقة إن مش في أفريقيا بل أفريقيا وعندنا كمان في نقص في الفراغات التبريدية التخزين المبرد في مصر وفي أفريقيا. لو أنا عايز أعمل مشروع أنا عجبني كلام حضرتك دلوقتي وقررت أن أنا أعمل مشروع تلاجة خدمية تمام. سواء للحوم سواء للبطاطس سواء لأيا كان تمام. زي مثلا عندنا منطقة المنيب دي وانت ماشي تلاقي كلها تلاجات بتخدم الناس. ممكن أهم حاجة الموقع. الموقع أختار الموقع المناسب للنشاط اللي انا عايز اشتغل فيه. يعني زراعه ابقى في قلب الزراعه يا قريب من السوق يا مكان الانتاج. دلوقتي هنقابل عمرو يوسف مدير الاداره الهندسيه في مصنع موج للهندسه والصناعه في العاشر من رمضان وهيشرح ازاي بيصمموا غرف التبريد والتجميد. انا دلوقتي عايز افكر مع حضرتك فكره ان انا عايز اعمل مشروع تبريد تجميد انفاق اعملها ازاي؟ طبعا احنا بنتولى المشروع من زي ما حضرتك قلت من البدايه من وهو أرض خصبة من أول التصميم لحد إزاي أنا هصدر المنتج ده إزاي هغلفه. بنصمم المشروع بالكامل وبنشوف احتياجات العميل وبنشوف إيه التطورات المستقبلية. ما هو العميل احنا هنا أكيد عارفين الحاصلات الزراعية محتاجة إيه طبعاً. درجات حرارة طبعاً. درجات برودة درجات تجميد طبعا احنا بنصمم كل أوضة حسب المنتج اللي بيدخل فيها. كل منتج وليه معطيات معينة لازم نتعامل معها. يعني في منتج مثلا ناخد مثال مثل البطاطس زي البطاطس بيطلع ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون بيؤدي الى عفن. طيب يبقى انا محتاج في ثلاجه زي ثلاجه البطاطس اتحكم في غاز ثاني اكسيد الكربون، اتحكم فيه ان انا اشيله بنسبه معينه بحيث ان المنتج اللي جوه ما يتضررش. فاحنا دخلنا في الجزئيه دي ان احنا برضو لقينا ان معظم المصدرين ومعظم المستوردين والمحطات
بيستوردوا الاجهزه دي. اسمعني حضرتك اقول حاجه. اتفضل يا فندم. لما بنيجي نسافر بره اي دوله في العالم وخصوصا في اوروبا، يعني بنتكلم في هولندا، المجر، بولندا، المانيا، طول ما انت ماشي على الطرق الزراعيه هناك، حتى في امريكا الجنوبيه على فكره، بتلاقي هناك كل كيلو ونص مناطق خدميه للمزارعين، بتلاقي صوب، بتلاقي مناطق ثلاجات، بتلاقي اماكن لاستئجار المعدات اللي بيستخدموها في الزراعه. انا مش مطلوب مني كمزارع يبقى عندي كل حاجه، انا راجل عندي هكتار ولا اتنين. تخيل لو احنا في كل منطقه كبيره، كل قريه ام، كل مركز اتعمل مناطق خدميه فيها مجمع ثلاجات بيديرها اولاد البلد، طبعا فيها صوب بيديرها اولاد البلد، زي ما احنا عملنا المشروع القومي للصوب. النهارده ما عندناش مشاكل في تخزين الحبوب، ليه؟ مصبوط. عشان عملنا بنيه اساسيه. محتاجين بنيه اساسيه للتبريد في مصر، محتاجين بنيه اساسيه للتجميد في مصر، هو ده اللي محتاجينه عشان نحافظ على كل منتجاتنا، عشان نوفر الغذاء لمصر. طبعا زي ما حضرتك قلت، عشان نوفر الغذاء الامن احنا محتاجين نوفر البنيه التحتيه للتبريد بكل مشتملاتها. الموضوع حاليا هو متروك لعاطق المستثمر، متروك لعاطق القطاع الخاص. القطاع الخاص بيقدر يعمل اللي بيقدر عليه، وفي اجزاء هو ما يقدرش يدخل فيها. مطلوب من القطاع العام ان هو يدخل يعمل حاجات زي اللي حضرتك بتقول عليها، تخدم مناطق. وانت بالايجار ده هتجيب فلوس برضه. طبعا والايجار بفلوس، انا مش بعمل خدمه ببلاش. ومطلوب، هو الفكره ان هو مطلوب. يعني حضرتك في اي موسم كل الثلاجات مليانه. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس محمد خالد كامل، رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة موج للهندسة والصناعة، وهيوضح أحدث تكنولوجيات غرف التبريد وأنفاق التجميد. قلت لي أن أنا ممكن أخلي صاحب مشروع التلاجة أو غرف التبريد أو غرف التجميد أو الأنفاق يتحكم في كل حاجة في التلاجة دي أو المنشأة بتاعته من خلال الموبايل. بالظبط. بتعملها إزاي؟ وتكلفتها كام؟ هي دي مبدئيا تكنولوجي او تكنولوجيا اسمها انترنت الاشياء. دي بتعتمد ان في حساسات او اجهزه قياس تخلينا نتحكم عن بعد. بالظبط، بتكون هي بتقرا كطبيعتها، ولكن بتكون كونكتد او متصله بشبكه انترنت، بتبعت عليها الداتا دي، بتقدر انك تشوفها من اي جهاز، من موبايل، من تابلت، من لابتوب، من ماستر كمبيوتر. يعني اقدر اعدل، يعني تقدر تدخل، تقدر تدخل ادخالات زي درجات الحراره مثلا، الرطوبه، عشان مثلا لو في، طبعا في الظاهره بتاعه الكورونا اللي احنا فيها دي، ممكن حد مثلا لا قدر الله او حاجه يتعب او كده، يكون مشغل او المدير بتاع المكان، يقدر يراقب الاوبريشن بتاعته او التشغيل بتاعه من على بعد. طيب لو سالت حضرتك على بقى الدعم الفني والصيانه للغرف التبريد والتجميد والتعقيم اللي هي العقيمه اللي احنا بنعملها هنا، انا عارف ان حضرتك هنا مسؤول الصيانه بالكامل. بالظبط. بنقدر نتحرك بسرعه، نسعف الناس، ده عنده محصول، ده عنده لحمه، ده عنده فراخ. بالظبط. مش هتستحمل. لا على طول يعني في خلال 24 ساعه، ولو عنده جهاز اللي هو القراءه عن بعد او المونيتورنج او الالارم سيستم، بنقدر ان احنا اساسا يعني ممكن هو ما ياخدش باله ان عنده مشكله في التشغيل، نتحرك اسرع. ممكن احنا نقول له اصلا ان عنده مشكله. يعني ساعات في ناس ما بتكونش عارفه، يعني ما بتكونش عارفه ان عندها مشكله، مش بتكون دايما بتراقب الشاشات بتاعته او التشغيل. احنا بنقدر ان احنا نقدم له الخدمه دي. طبعا وعندنا مع التوسعات الكبيره لشركه موج الفرق الفنيه اللي تقدر تدعم فلان في بني سويف وفلان في دمياط وفلان في قلب الصعيد، طبعا نتحرك عليهم سريعا. وكمان لو في الجهاز ده، لو مشكله في الجهاز نفسه، احنا بنقدر ان احنا لو هو كونكتد بالنت او متصل بالانترنت، نقدر ان احنا من بعيد نقدر نعمل له الدايجنوزس بتاعته، ونقدر نعرف المشكله في ايه. يعني حتى احس ان هو يقدر يحل حل مؤقت لحد ما نجيله يبقى شغال. يعني صناعه الواح الساندوتش بانل مش سهله، دي ليها حسابات ومعقدة جدا، وكمية الفوم اللي بيضخوها للكبس لازم تكون بمعادلة رياضية، لأنه بيتمدد بشراسة وبيحطوا في قلبه شيالات بلاستيك بالسمك اللي عايزينه لألواح العزل. تعالوا نقابل المهندس محمد الجنيني، مدير مصنع موج للهندسة والصناعة، وهو من خبراء تصنيع ألواح الفوم، وهيشرح لحضراتكم مميزات صناعة الألواح محليا. 23 سنه خبرتنا عريضه جدا في تصنيع الواح البانل اللي بتعمل منها غرف التعقيم، بتعمل منها تبريد، التجميد، الانفاق، كل ده صناعات محتاجينها واساسها هذا اللوح. حضرتك بدات من البدايه، واحنا لسه بنجيب خبره من بره وبنبعت اولادنا بره عشان نتعلم يعني ايه حوائط عزل. احكي لي البدايه جت ازاي هنا. بدانا الساندوتش بانل في سنه 99. كانت الفكرة احتياج موج العاشر مرمان، شركة شقيقة بالأساس، لغرف التبريد المكملة
المطاعم اللي بينفذوها او في القرى السياحيه او في المستشفيات او الكلام ده كله. ساحات تخزين مبرده او مجمده؟ باعتبار ان هي جزء اساسي من المطبخ اللي هو بيتخزن فيه الاكل او الاكل بالظبط او الخضروات او الكلام ده كله. فبدات الفكره هنا ان هم يبتدوا يصنعوا الغرف التبريد ذاتيا بدل ما يتم استيرادها من خارج او تصنيعها لدى الغير، يتم تصنيعها ذاتيا. بدأت الفكرة هنا وبدأنا عملنا دراسة جدوى زي السوق واحتياج السوق للساندوتش بادل من داخل مصر هنا، ومين المنافسين ومين اللي بيشتغلوا في المجال ده، وقلنا نبتدي من آخر ما وصل إليه العالم. العالم وكان المستورد، وكان في احدى الشركات الكبرى في مصر هنا. بدأنا من بداية المستوى ده. طب باشمهندس فهمنا بقى يعني ايه حوائط بانل او ساندوتش بانل؟ ساندوتش بانل ما هو الا عازل حراري بيعزل حراره ما بين وسطين مختلفين، في درجه حراره خارجيه ودرجه حراره داخليه اللي احنا محتاجين نحط الوسيط ده اللي هو الساندوتش بانل بينهم عشان يفصل، يعمل دلتا تي او فرق درجه حراره ما بين الوسط الخارجي والوسط الداخلي. ده معنى كلمه عزل حراري، ان هو يحافظ لي على درجه الحراره الوسيط اللي هو في تشغيله سيانا زي ما قلنا حركه تبريد او تجميد، وبدون ما يتاثر بدرجه الحراره الخارجيه. موج للهندسه والصناعه مدرسة في تصنيع ألواح العزل الحراري، وأنتجوا وصنعوا وصمموا المئات من مناطق التبريد وأنفاق التجميد والغرف العقيمة، وبجد خبرتهم بقت مذهلة ومصر في أشد الحاجة ليها لزيادة طاقة التبريد والتجميد ومواكبة حركة السوق العالمي. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان في محطات الحج عبادة حمزة لفرز وتعبئة الخضر والفاكهة الطازجة بمديرية التحرير، والتي تعد نموذج للمحطات المزودة بعنابر تبريد بمواصفات عالمية تضمن تطبيق أفضل سلاسل التبريد على المنتجات الزراعية.